السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذه الفكرة الجديدة التي سأتحدث فيها عن الحصاد الذي سيجنيه النظام السعودي لو تورط من جديد في العدوان على اليمن واستمر في تعنته وتماديه في التصعيد الاقتصادي والابتعاد عن الحلول السلمية المنصفة للمشكلة في اليمن باعتباره السبب المباشر في كل ما تعانيه البلاد من أزمات ومشاكل، والطرف الوحيد الذي تعمد افتعالها منذ عام 2015. طبعا يبدو أن هناك توترا جديدا حاصلا في المشهد السياسي في اليمن، وهناك الكثير من التكهنات والتحليلات التي تناولت هذه الجزئية بالاهتمام والتي سنوردها لكم في هذا الفيديو، فكونوا معي بعد هذا الفاصل القصير. يترقب العالم ما ستؤول إليه الأحداث مع استمرار النظام السعودي في تجاهل تحذيرات السيد القائد من مغبة التصعيد والحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني. فالكل بات على يقين أن ثمة عمل عسكري كبير قادم من قبل صنعاء لا محالة، لا سيما في ظل عدم وجود نوايا لدى الرياض بالجنوح للسلام، إلا إذا تراجع النظام السعودي عن حماقته ووقع بجدية على خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مسبقا. طبعا شهدنا معكم اليوم ما قاله عبد الملك العجري عضو الوفد الوطني المفاوض على حسابه في موقع إكس من تغريدة مطولة شرح فيها إمكانية قيام صنعاء بإنهاء المفاوضات مع السعودية واللجوء إلى الخيار العسكري. وهنا سوف أستعرض وإياكم عددا من التحليلات لعدد من المحللين للإجابة على سؤال يقول: ماذا سيحصل للسعودي إذا تورط من جديد في العدوان على اليمن؟ وهنا سوف أستعرض وإياكم عددا من التحليلات لعدد من الخبراء والمحللين السياسيين، ومن ضمن هؤلاء الخبير والمحلل العسكري زين العابدين عثمان، الذي قال: السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قدم صورة واضحة للنظام السعودي وأكد حرفيا أن مسألة التورط في إطار ما تخطط له أمريكا وما تسعى له خدمة لكيان العدو الإسرائيلي، بأن الرد سيكون بالمثل، أي المدارات بالمدارات والبنوك بالبنوك والموانئ بالموانئ، مؤكدا أن هذا التهديد بما يحمله من أبعاد يعتبر قرارا استثنائيا ويأتي من مركز قائد الثورة الذي لم يعد في وارد النصح أو التحذير، بل في إدارة تدشين معادلة عسكرية يمكن أن تطبق عمليا في أي لحظة، موضحا أن النظام السعودي اليوم أصبح مع هذا القرار أمام خيارين فقط، ولم يعد أمامه الكثير من الوقت، فإما أن يعيد حساباته ويخرج من وحل التورط مع أمريكا في المواجهة التي هي خدمة عملية لكيان العدو الإسرائيلي، أو التورط والحرب الشاملة مع اليمن أو مع الشعب اليمني. إذا كان النظام السعودي اختار التورط في حرب شاملة مع اليمنيين، فهذا سيكون آخر خطأ يسبق انفجار الوضع بالكامل ودخول السعودية مسلخ الحرب الشاملة التي سترتكز قواعدها على حرب مدمرة بالاقتصاد والتجارة والأمن القومي للسعودية، مؤكدا أن تعامل القوات اليمنية سيكون بالمثل، وسيناريو العمل العسكري سيأخذ سكفا عملياتي مدمر وفقا لما يقتضي أو لما تقتضيه معادلات الردع والرد بالمثل. ويشير زين العابدين إلى أن القوات المسلحة اليمنية يمكنها توجيه ضربات واسعة وقاضية باتجاه مدارات السعودية وموانئها وكافة منشآتها الحيوية، لأنه يمتلك أو لأنها تمتلك أسلحة متطورة، واستشهد في كلامه بالصواريخ البالستية والمجنحة التي منها صواريخ دقتها عالية وصواريخ الكروز
بعيدة المدى والصواريخ الثقيلة الاستراتيجية. طبعا قد احنا عارفين ما نمتلكه أو ما تمتلكه القوات المسلحة اليمنية من أسلحة وصلت إلى حد امتلاكها أسلحة فرد صوتية كما نعلم. تمتلك القدرة على اختراق مختلف النظم الدفاعية وضرب أدق الأهداف في العمق الاستراتيجي للمملكة. طبعا هذا الكلام واضح لكم أعزائي ولا يحتاج إلى تأويل. أما في حال وعاد العدوان السعودي من جديد على بلدنا فإن التأثير الاقتصادي عليه سيكون كبيرا وفادحا، وهو ما يؤكده الخبير والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد، والذي يرى أن سيد القول والفعل خاطب السعودية ناصحا في البداية ثم انتقل إلى التحذير بعد الإصرار السعودي على التماهي في خدمة الأمريكي والصهيوني، ويؤكد أن التحذير واضح وقواتنا المسلحة اليوم أصبحت لها اليد الطولى والعليا في مسار المواجهات العسكرية ضد ثلاثي الشر الأمريكي، فقد استطاعت أن تغلق ميناء أم الرشراش إيلات وتحوله إلى ميناء محدود لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن قواتنا المسلحة قادرة على إغلاق الموانئ التابعة للعدوان السعودي والإماراتي وخاصة صادرات النفط في البلدين، وأنه في حال أصر النظام السعودي وأمعن في مواصلة ارتكاب الحماقات في الجانب الاقتصادي فإن الرد جاهز وسيكون باستهداف موانئ ومدارات استراتيجية هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد السعودي. من جانبه يقول المتحدث باسم الأحزاب المناهضة للعدوان الدكتور عارف العامري أن الرسائل التي وجهها السيد القائد للخارج تضمنت التحذير والوعيد ليس فقط لما يقوم به نظام العدو السعودي من تنفيذ أجندات أمريكية تخدم مصالح الكيان الإسرائيلي. تؤكد أن ما ورد في خطاب السيد القائد تؤكد أن إجراءات الردع اليمنية ستكون قاسمة وبالمثل، وأن استهداف البنوك وحركة الطيران المدني وميناء الحديدة سيكون الرد عليها قاسيا جدا ومؤلما. ويوضح أن الجيش اليمني والقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها على استعداد كامل وفي انتظار الإشارة لحماية حقوق ومصالح الشعب اليمني، مؤكدا أن هذا دليل على القوة العسكرية والمتطورة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة وكيفية قيادة المعركة باستراتيجية استنزافية أثقلت كاهل العدو الأمريكي والبريطاني والأوروبي في البحار والمحيطات. ويؤكد أن تحذيرات سيد القول والفعل ستؤثر بشكل خاص على سياسة النظام السعودي وغيره من الأنظمة الداعمة له تجاه عملية إحلال السلام في المنطقة وليس في اليمن فقط، لافتا إلى أنها ستجعل الكثير من عملاء وجواسيس ومرتزقة الداخل يعيدون النظر فيما هم مقدمين عليه، مبينا أن هذا العام الهجري الجديد سيكون قلما يكتب تاريخ انتصار محور المقاومة على محور الشر. إلى هنا وينتهي هذا الفيديو، أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.